صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن التفاخر بالقبيلة والأنساب؟ هذا ما هو من التفاخر، أن النبي لا كذب، هذا من إظهار الحق. وهذا قاله لما في غزوة حنين، لما تراجع المسلمون بسبب ما حصل عليهم من الضيق، قال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، من أجل أن يجتمع المسلمون وأن يعودوا إلى القتال. وقد حصل هذا، حصل هذا، والتفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصمدوا وقاتلوا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى.